بنحب الحاجة دايما تكون جميلة ومايلة للطبيعي. طبيعي ناتشورال. ايوه احنا عندنا كده، هم عندهم نفس الميك اب، هم عندهم بيختلف من عندنا، صحيح، لكل معايير مكان الجمال بتختلف بالضبط. سبحان الله. بالضبط، فعلا. تغيير كلي يعني بيننا وبينه. حتى الالوان واختيارها يعني بيختلف، هم بيميلوا اكثر بجد للجليتر وكده، احنا لا، احنا حسب الصيف والشتاء. حاليا في الصيف احنا دارجة عندنا الالوان السترونج، الالوان اليالو، الاورانج، الالوان الصارخه دي بتاعت الصيف، الألوان الصيفية. عكس الشتاء طبعا تماما. انت زي ما عارفه الدارك اللي هو الكحلي على الاسود على الجراي بني. بني، دي الوان الشتويه الدافيه. طيب، موضوع تركيب الأظافر، ودائما كم بيستغرق منك وقت إنه لكل زبونة؟ وهل بتفرق كمان إذا كان جل أو إكليريك؟ جيلو اكليريك لا ما بيفرق طبعا. الزمن بالنسبه لي انا اساس انه يعني بعمل كثير شديد، يعني البراكتس كثير، ف الممارسة، بالممارسه طبعا انت بتقدر الزمن يكون شورت بالنسبه لك، صحيح، ما زي لو واحده يعني مستول مستجدة، من فتره لفتره ما مارست العمل يعني. يدك بتاخد على الشغل. بالضبط، ف يعني ما بين ساعه لساعه و20 دقيقه كده بنخلص منه كله، بالفينش الاخير حسب طبعا الديزاين اللي هي مختاراه، حسب الـ يعني الارت اللي هي طالباه. في رسمات بتاخد وقت اكثر يعني اباوت 20 دقيقه، كمان نقدر نقول ساعه ونص خلصنا منها مع الارت بتاعها. ما